بنات ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. فيديو النهارده هيكون كولكشن العدسات الجديد من عند منا ستور. الستور بتاع منا هتلاقوا اللينك بتاعه موجود تحت في الديسكربشن بوكس، واسامي العدسات برده هتلاقوها موجوده في الديسكربشن بوكس. هوريكم في الفيديو ده كولكشن العدسات الجديد اللي منا نزلتها، وانا بفضيهم في الكونتينرز كده، كان الوانهم مختلفه، فأنا سوبر اكسايتد ان انا اجربهم معاكم. العدسات بتاعت منا انا واثقه فيها وعارفاها انها كويسه جدا، لان انا جربتها قبل كده. ممكن تكون العدسات الجديده دي القطر بتاعها اكبر شويه من عينيا، بس كراحه للعين عدسات منا انا متاكده جدا ان هي احلى عدسات الواحد ممكن يجربها في حياته، لان العدسه يعني مش عارفه اقول لكم عامله ازاي، رقيقه قوي، رقيقه جدا، ويمكن دي الحاجه اللي بتستوقفني عند اي عدسه. مش فارق لي العدسه تكون اكبر من قطر عيني، ان هي بتوسعها لي او قد عيني بالظبط، قد ما بيبقى فارق لي ان العدسه تكون مريحه، ومريحه بمعنى ان انا اقعد بيها فتره طويله ما توجعليش عيني، ما تعمليش صداع، واللي فوق كل ده ان هي تكون رقيقه، ما احسش ان في حاجه قافله على عينيا ومش مخليه عينيا عارفه تتنفس كويس. من غير رغي كتير يلا بينا على طول نبتدي. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه، وكمان تزوروا الستور بتاع منا عشان تتفرجوا على كولكشن العدسات اللي عندها. ويلا بينا على طول نبتدي. اوكي بنات، ده لون عينيا الطبيعي اللي هو ما فيش اي عدسه عليه. دي اول عدسه يا بنات، دي من الكولكشن اللي اسمه بي تي اس، ودي العدسات اللي هوريها لكم الاول عشان انا عندي اتنين كولكشن، اللي هو بي تي اس والكولكشن الثاني اسمه ارورا. اول كولكشن اللي هو بي تي اس، دي العدسه اول عدسه فيه لونها لبني فاتح جدا، ومن جوه فيه اخضر ناعم جدا جدا جدا. هحط لكم صور على انستجرام عشان تشوفوا شكل العدسه. العدسه دي اسمها بي تي اس برايد بلو، وهتلاقوا الاسم ظاهر هنا على الشاشه دلوقتي عشان تبقوا شايفينه. وده اللون بتاعها، لون لبني قوي جدا، وفي بنات بتحب الستايل ده، بس ام نوت ا بيج فان للالوان اللي هي اللبني والحاجات دي. انا بحب الحاجات اللي على هادي شويه، على بني، على اصفر، على الحاجات دي كلها، بس في ناس بتفضل كده. فدي اول عدسه، وبرده هحط لكم الصور على انستغرام. بعد كده يا بنات نيجي للعدسه اللي انا لابساها دي، هي لونها على زيتي شويه. العدسه دي اسمها بي تي اس جرين، وزي ما قلت لكم هتلاقي الاسامي كلها طالعه على الشاشه. اعمل لكم زوم شويه على شكل العدسه. العدسه لونها مش اخضر، لونها زيتي، تحسوا لونها زيتي بس حلوه قوي. يمكن العدسه دي حبيتها اكتر شويه من العدسه اللي كانت قبل دي، حلوه جدا. حتى الاخضر بتاعها او الزيتي بتاعها ما تحسوش اللي هو اللي هو فاقع قوي ده، لا بالعكس شكلها حلو قوي. حبيت العدسه دي جدا، اعتقد ان هي هتبقى من ماي فيفرت. دي يا بنات العدسه الثالثه اسمها بي تي اس كريستال، ده اسمها، وبرده هيظهر لكم على الشاشه. ده لون العدسه، هي لونها برده فاتح قوي للبنات اللي بتحب العدسات دي. الجراي بتاعها شكله حلو قوي، يعني حاسه الجراي بتاعها شكله ناعم قوي. كمان عاجبني ان مش كلها جراي، لا تحسوا الحته اللي فيها الدايره اللي جوه دي منقطه شويه، او فيها شويه نقط كده كان يعني مرشوش رمله كده حوالين العدسه. عايزه اعمل لكم زوم عشان تشوفوا شكل العدسه اقرب، يعني ده شكلها حلو جدا للبنات اللي بتحبوا العدسات الفاتحه. انا العدسات دي بفضلها من غير ميك اب، يعني بحس ان هي مع ماسكارا بس الدنيا تبقى جميله قوي، بحسهم مش محتاجين ميك اب كتير، مع ان حسيتها برده حلوه مع السموكي، يعني حسيتها مع السموكي لطيفه، بس انا بفضلهم من غير ميك اب كتير. بس دي تالت عدسه. نيجي للعدسه دي، العدسه دي اسمها بلو. دي طبعا مختلفه عن الاولانيه اللي اسمها برايد بلو، الازرق بتاع الثانيه فاقع اكتر من ده، بس دي اسمها بلو. برده تحس انه فيها شويه اندرتون اخضر كده، عارفين اللون الفيروزي، هي تحسوها كده لونها فيروزي اللي هو مخلط ازرق على اخضر كده. برده شكلها حلو قوي، من العدسات اللي ما بفضلهاش خالص مع ميك اب، لازم احطها مع ميك اب ناعم قوي لا يذكر اصلا، يا دوبك ماسكارا واي شادو، ممكن لون على بني، على لون اورنج كده، مش اكتر من كده. في ناس عندها جراءه تطلع بسموكي مع العدسات دي، بس انا بفضلها اكتر مع الميك اب الناعم. نيجي بعد كده يا بنات للعدسه دي، انا بموت في العدسات اللي لونها شويه على اصفر شبه عيون القطط، حاجه بسيطه كده. انا بحب قوي العدسات دي، وكان عندي عدسه شبه كده قوي وكانت بتعجبكم جدا. العدسه دي فيها شويه اصفر على اخضر، وهي اسمها يلو جرين، هكتب لكم برده اسمها على الشاشه، بي تي اس يلو جرين ده اسمها. شكلها حلو قوي، حاساها جميله قوي، مش عارفه حاساها لايقه على الاورنج ده قوي والزيتي اللي انا لابساه، مش عارفه انتوا ممكن تكونوا حبيتوها ولا لا، بس انا حبيتها قوي. اعتقد برده هتتحط جنب العدسه اللي كانت برده عجباني من شويه، يعني لا حلوه قوي، يعني عاجبني اللون بتاعها جدا. نيجي يا بنات للون اللي خطف قلبي دلوقتي حالا، اول ما لبست العدسه وحسيته ناتشرال بطريقه مش طبيعيه. اللون ده عايزه بس اعرف لكم اسم العدسه ايه، اسمها بي تي اس براون، هكتب لكم برده اسمها على الشاشه. ايه ده، لونها حلو جدا، لونها عارفين اللون الكموني،
بالظبط هو ده، ما ينفعش يتقال عليها غير كده. يعني اللون الكموني كده شويه لونها حلو قوي. هعمل لكم برده زوم عشان تشوفوا شكلها. اعتقد دي اخر عدسه في الكولكشن بتاع بي تي اس او بيت او حاجه كده. يعني العدسه دي اسمها جراي، بس مش معقول جمالها. ايه ده، مش معقول جمالها. مش عارفه هي اسمها جراي ليه، عشان هي احلى من الجراي بكتير. مش عارفه اللون ده ممكن يكونوا بيقولوا عليه ايه. يعني مش عارفه يا بنات، انتوا ممكن تكونوا شايفينها حلوه كده زي ما انا شايفاها ولا لا، بس حاسه اللون سوبر ديفرنت. يعني ما تحسوش جراي. يعني مش عارفه ليه يتقال عليها جراي، ما يتقالش عليها جراي، يتقال عليها الحلوه بالزياده. يعني تحسوه الجراي الناعم ده اللي ما تحسوش ان اللون يخض جوه عينيكوا. انا حبيتها جدا. اكتبوا لي في التعليقات لو انتوا كمان حبيتوها، لاني حبيتها قوي بجد. هكتب لكم برده اسمها على الشاشه عشان تبقوا عارفينها. اوكي بنات، نيجي للكولكشن الاخير اللي اسمه ارورا. هتلاقوا الاسم ظاهر دلوقتي على الشاشه بتاع العدسه دي. العدسه دي اسمها ارورا كريستال حاجه كده. العدسه انا حاساها الصراحه صعبه جدا. يعني حاساها فاتحه قوي قوي قوي. مش عارفه في ممكن حد يحب الستايل ده ولا لا. انا بشوف بنات بتلبس الستايل ده، بس انا لا، ما اظنش ان انا هلبس الستايل الفاتح قوي ده، لان انا ما بحبش عينيا تبقى فاتحه قوي كده. ممكن تبقى حاجه ارتستيك قوي لو انا لبست العدسات دي، بس هي اتس اوكي يا كريستال. يعني اصلا من كتر ما لونها فاتح انا ما كنتش شايفاها في الكونتينر، لدرجه اني فتحت وقعدت اقول ايه ده، هي العدسه راحت فين. العدسه لونها ابيض شفاف، يعني فعلا 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 كريستال، عامله زي الكريستال بالظبط، لدرجه ان انت ما تشوفيهاش من العلبه. تاني عدسه من الكوليكشن بتاع ارورا، العدسه دي فعلا فعلا العدسات اللي على اخضر عند منا وهم وهم. العدسه دي حلوه بزياده، يعني حلو جدا، حلو الاخضر بتاعها حلو. يعني بيعجبني العدسات عند منا في الاخضر، عشان بيبقى الاخضر بتاعها الناتشرال، مش الاخضر اللي هو الزرعي ده اللي يخض، فاهمين. برضو هعمل لكم زوم عشان تشوفوا شكل العدسه اكتر عامل ازاي. نيجي بعد كده يا بنات للعدسه دي. العدسه دي اسمها ارورا كلو، وده لونها. البلو بتاعها بجد حلو جدا جدا جدا. وبرده في، يعني احلى حاجه في البلو اللي عندها ان تحس ان في شويه اخضر، يعني تحس ان في خضار بسيط جواه، شبه شويه البحر وال عارفين الحاجه اللي عامله زي الطحالب كده، اللي هو الاخضر في لبني ده، حلو قوي. مش عارفه انتوا ممكن تكونوا شايفين جبال العدسه ولا لا، بس انا الصراحه عجبني اللون ده قوي. حاساه شويه شبه عروسه البحر كده، الالوان بتاعت العيون اللي هي تحسه اخضر في ازرق، فداخل شويه على فيروزي كده، مش عارفه، بس حبيت اللون ده قوي الصراحه. طب يا بنات نيجي بعد كده للعدسه دي اللي اسمها ارورا براون. من العدسات برضو او الدرجات اللي انا بحبها، لان هي لونها بني خالص، بني بني. اعتقد ان هي افتح درجتين من لون عينيا. يعني بصوا شكلها بني فاتح قوي، اللي هي يدوبك بتفتح العين حاجه بسيطه، درجه او اتنين. حبيت لونها جدا، ومن العدسات اللي هتبقى برده فيفوريت، لان انا بحب الحاجات اللي هي ينفع انزل بيها من غير مكياج، ينفع احط بيها فول ميك اب، اللي هي تنفع للحاجتين. فعجبني اللون بتاع العدسه قوي. اصلا بصوا لونها البني بتاعها حلو قوي ازاي، حبيتها جدا. بعد كده يا بنات العدسه دي، العدسه دي اسمها ارورا جرين. هكتب لكم برده اسمها هنا على الشاشه. لونها اخضر، بس اخضر غامق شويه، اللي هو يا دوبك هيظهر درجه او درجتين من لون عينيكي، او هيختلف على حسب لون عينيكي اعتقد كده. يعني انا عشان عيني لونها عسلي، بصوا شكل العدسه، هعمل لكم زوم ليها. يعني بصوا ده لون العدسه، لونها حلو قوي. اللون برده الزيتي الغامق عاجبني جدا، وشكلها ناتشرال جدا. يعني هيبقى صعب على ان اي حد ياخد باله ان في لينسز اصلا، فدي من الحاجات الحلوه والحاجات اللي بحبها اصلا في العدسات، فهيبقى شكلها ناتشرال جدا للي هيلبسها. نيجي يا بنات لاخر عدسه في الكولكشن بتاع ارورا. العدسه دي اسمها جراي، وزي ما انتم شايفين برده هي لونها فاتح، ولونها فعلا رمادي رمادي. ممكن تكونوا انتم شايفينها افتح من كده، بس برده هعمل لكم زوم. العدسه كومبليتلي رمادي، لونها رمادي فاتح جدا. للبنات اللي بتحب النوع ده من العدسات، وزي ما قلت لكم انا بحب اكتر الحاجات الدافيه اللي تليق مع كل يوم، بغض النظر عن كم عدسه برده عجبوني قوي. فده شكل العدسه اللي لونها جراي من الكوليكشن بتاع ارورا، وهكتب لكم برده اسمها على الشاشه عشان تبقوا عارفين. بس كده يا بنات الفيديو خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب كمان كوليكشن العدسات يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر عدسه حبيتوها، ان كان عليا او حبيتوا لونها عموما. ما تنسوش يا بنات قبل ما تمشوا تعملوا لي لايك للفيديو، كمان تشتركوا تحت في القناه بالمربع الاحمر الموجود تحت الفيديو، وهتلاقوا تحت الفيديو اللينك بتاع الستور بتاع منا، تقدروا تجيبوا من عليه العدسات. ولو في خصم منا هتوفره لي اكيد، هحطه لكم تحت في الديسكربشن بوكس. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.